تبارك الله ما شاء الله. هذي اللي خونت سبعت بألف درهم، قل خمسة درهم، ألف درهم تبارك الله. خروفة موجودة كما قالوا، الله يسلمك. أش هذا منو؟ خويا الله يسخر يا ربي جبتي سير كيداير مزيان الله يحفظك بصلاح فيك الله يحفظك شحال واش بقاو خويا عطاونا صباح 21 دابا بقاو في 20 20 20 دابا باش بعتو بعتيهم دابا رجع السوق ما بين الصباح لدابا رجع السوق 50 درهم رجع والسوق الفايت بعتهم ب 21 ونص 21 ونص باش بعتيهم السوق الفايت بعديهم الجزار هذو الجزار اخو 1000 درهم تبارك الله عطاو الصباح 1050 درهم باعهم 1000 درهم ويجيب الله تيسر وهاد ربعه هذو 16 ودابا ما بقاش يجيب الله تيسير 800 درهم على الصباح ويجيب الله تيسير يا ربي الله يرحم الوالدين تبارك الله 1150 درهم 1150 درهم الله يسير خروفات عن الزر تبارك الله سمينا الله يدير الخير هذا مصطفى بعتي خروفات شحال؟ 21 سمينا الجزار اللي دا 1050 درهم خرافات سمينا تبارك الله 1050 درهم يجيب الله تيسير شحال اخا اللي عطاوه هنا شحال؟ 13 عطانا جملة جوج قطاعات جملين الله يسخر بغيت واحدة مرحبا ها نصورو شوية بعدا 19 950 درهم تبارك الله هذيك وهذيك 950 درهم يجيب الله تيسير تبارك الله عليك بخير هانيا لاباس الله يسخر ها؟ عند مراد مراد يا راعي الغنم راعي الغنم الكلمة التبعية يا يعطيك الله الصحة تبارك الله عليك الله يبارك فيك فين مولود؟ سيفطر سيفطر الله يسخر غير الصوت ما الصورة ما عمرتش ياك الله يخطيك الله يرحم الوالدين شحال عطاو في الخرفان؟ 26500 1325 درهم جبتي شي حاجه دخلتي الصوب بغيت نمشي ان شاء الله ايوا تكل على الله كاين المليح ها المعرفه بعدا ها المعرفه ياك صافي صافي السلام عليكم الله يسخر الله يجيب التيسير كي دايرين هانين مزيان الله يحفظك الامور الله يرحم الوالدين كي داير الامور الله يلا سلامات الحمد لله كي داير السوق شويه لاباس الحمد لله فاش بقات هاد البركه خويا جاتو 900 درهم 900 درهم صباح شحال كتبتي لها البيع كنقولوا لها 1000 يجيب الله تيسير الله يرحم الوالدين سمحوا لنا تبارك الله عليكم الله يرحم الوالدين 900 درهم قال قطعه ب 1000 درهم قول لي لانو كيمتى غتبدا ان شاء الله 16 في هذا الشهر غدا غدا الافتتاح تبارك الله او تيم حطيتي متى؟ حتى 16 شهر 3 16 شهر 3 فيها 3 ايام هي حتى واحد التجمع في تيم حطيتي يبدا في 16 26 في الشهر في هذا الشهر هذا يجيب الله تيسير والله يجيب تيسير الله يرحم الوالدين تبارك الله ما شاء الله خرفة قليلة شوية الإخوان الحمد لله زدوني دغي شحال خلينا هنا 19 19 و 970 درهم تبارك 970 كل شيء على الله الله يدير الخير الحمد لله تبارك الله ما شاء الله شحال الرئيس هنا يا سامايك 16 كسابية 800 درهم شحال كسولي البيع 900 درهم يجيب الله تيسر الله يسخر الله يرحم تبارك الله ما شاء الله هادو 43 2150 42 و 400 2120 درهم خير تبارك الله ديال الخروف موجود الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شحال خلي هاد الخروفات؟ خياتين 14600 14600 730 درهم 730 الله يجيب تيسير الله يرحم الوالدين خروفة قليلة شوية شحال الخروف خروف تبارك الله موجود السلام عليكم الله يسخر شحال عاطيني هنايا؟ الله يجيب الله فوز
شحال طاف هاد الخرفات اخرين؟ 14 و700. 14 و700 735 درهم. الله يرحمك. 735. الله يجيب تيسير. الله يرحم الوالدين. 735 درهم تبارك الله. هادو خروفات ياك؟ سنان الحليب. شحال عطاك السوق؟ عطاهم 16 و600. 16 و600، 830 درهم تبارك الله. كي داير السوق الخروفه؟ شويه الحمد لله. الله يجيب تيسير. امين. تبارك الله عليك. شحال خلينا في هاد الخروف؟ 15 و600. تبارك الله. 780 درهم. 780 درهم تبارك الله. شحال خلينا هنا؟ 16 و600. 825 درهم تبارك الله. 825 يجي الله تيسير. شحال قلتي لهم البيع؟ 18 ما كايناش. 900 درهم واش قطعهم يجي الله تيسير. 900 درهم واش قطعهم. الله يسهل الله.